أنا ابني منتقل من سنة كاملة، بعرفش عنه شيء، نزلوه عن قصر المؤتمرات، ليش وكيف وين بعرفش. ابنه عملوا 4 شهور، تركوا عمره 4 شهور، لحد لسه ما بنعرفش عنه شيء. بنته نفس العملية، طفلي بدل المصروف، مين بده يصرف عليهم؟ هو معيل لأولاده، معيل لخيو، خيو اجره مقطوعة نتيجة انفجار قنبلي، بدل أولاده بدنا يعيشوا. أنا مش راكض على شيء، بدي ابني مشان أولاده يعيشوا، بدي أولاده يعيشوا، بدي يدفع أجار بيته، مش من يدفع أجار بيته، مش من يقدم له قرش. وين بدي أروح أنا؟ أنا لمين بدي أقدم؟ ابني أجره مقطوعة والثانية بالسجن، طيب وين صرت أنا؟ أنا لمين بدي أقدم؟ اسم ابني مهند سياغة، صار له سنة بالسجن، ما بعرف عنه شيء، لا بعرف ليش موقوف، لا بعرف شو تهمته، لا بعرف وين، لا بعرف شيء عنه، ما بعرف عنه ولا كلمة.